طبعا حضراتكم النهارده هنتكلم عن سد النهضه، ولكن الحقيقه هنتكلم من واقع مستندات او وثائق تاريخيه بريطانيه. تعرفين حضراتكم بعض الدول بتدي يعني مده زمنيه ما للافراج عن بعض الوثائق عندها التي يجب ان يمر عليها. في بعض الدول تقول لك 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه، وتفرج عن وثائق تاريخيه قديمه. هي بريطانيا كل فتره بتفرج عن بعض الوثائق اللي للأسف الشديد بما أنها كانت تحتل مصر حتى عام 1952، من يعني هذا التاريخ السيء 1982، بريطانيا كل ما تيجي تسرب أو تعلن بعض الوثائق التاريخية تنفجر قنبلة في وشها. طبعا للأمانة الشديدة 1902 بريطانيا تصدت لملك الحبشة لما أراد أن يبني سد على اثيوبيا، في اثيوبيا على نهر النيل، ورفضت رفض قاطع. ومن قبلها هي ايضا كان محمد علي باشا اللي بعت جيوش تمنع بالكامل اقامه اي سدود على نهر النيل. الوثيقه اللي تم الافراج عنها وعرضت عام 1992 بتشير ان بريطانيا تصدت سابقا لاثيوبيا لما ارادت ان تبني سدود على النيل، وقالت ان اثيوبيا يوم ان تمتلك المال سوف تقوم ببناء هذا السد، وليست مراميها اطلاقا مرامي تنميه زي ما احنا قلنا، مراميها سياسيه. ومصر تحديدا بيدخل لها اكثر من 80% في نهر النيل من اثيوبيا، ده حسب ما جاء في الوثائق البريطانيه. ووفق هذه الوثائق اللي تقريبا دلوقتي فات عليه اكتر من تقريبا تم اعلانها 1992، اكتر من 30 سنه، ان بيتاكد لك ان ده مستهدف لاثيوبيا من زمن الزمان. انما التاريخ ايضا بيسجل الرئيس عبد الناصر تصدى الله يرحمه لهذا الموضوع. الرئيس سادات، هناك تصريحات واضحه من المرحوم الفريق ابو غزاله بالتهديد بعدم بناء اي سدود، ومبارك لانها شديده هدد اكتر من مره اثيوبيا. إنما إحنا في هذا العصر وفي هذا الوقت للأسف وقعنا اتفاقية معهم على خلاف التاريخ كله، على خلاف كل ما تم من رؤساء مصر السابقين أو حتى الاحتلال الإنجليزي. أحمد، طبعا الوثائق دي معتمدة بشكل أو معتمدة بشكل رئيسي وأساسي على مؤتمر قديم يبدو أنه كان ذو أهمية كبيرة. أولا الهيئة اللي عملت المؤتمر ده هي كلية شؤون الشرق الأوسط أو دراسات الشرق الأوسط والدراسات الأفريقية سوس، واحدة من أهم الكليات اللي فيها شغل متعلق بالشرق الأوسط كله. وكان هناك وفد يشارك في هذا المؤتمر، تقدير الشخصي لما أقول لك اسم رئيس الوفد وهو المستشار عوض محمد المر أو المستشار عوض المر الذي كان شاغل رئيس المحكمة الدستورية، لازم تفهم معايا الثقل الكبير اللي كانت جمهورية مصر العربية مديه للمؤتمر ده. خد بالك، هو ما بعتش تنفيذيين، يعني ما بعتش وزير خارجية، ما بعتش مثلا مستشار وزير خارجية الجمهورية مثلا، ما بعتش وزير الرأي، بعت قاضي، لانه الموضوع له بعد قانوني ومش اي قاضي، بعت اهم واحد من اهم القضاة، وكانت اهميته مش من منصبه، من استقلاله. ودايما زمان لما كان في دولة مصرية غير اللي احنا شايفينها دي كانت فكرة الاستقلال مهمة جدا. عندك عوض المر اهو، ديك شايف حسني مبارك بعته في مؤتمر مهم بيتكلم عن مستقبل النيل. وقبل كده كان الدكتور وحيد رأفت جابوا حسني مبارك رئيسا للجنة اللي بتتفاوض على طابة، رغم ان هو راجل في المعارضة ووفدي. يعني انت فكرة الضرورة الوطنية بتعدي معاك بسرعة وبسهولة قضايا سياسية اقل اهمية كتير من مين اللي هيعرف يعمل الشغلانة من الاخر. يعني طبعا احنا دلوقتي شغالين، مين اللي بنثق فيه نخليه يعمل لنا الشغلانة؟ فالوضع طبعا مختلف ومتغير. الوفد الاثيوبي في تلك اللحظة كان بيرأسه راجل اسمه شيبلاند. شيبلاند ده
كان مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، وكان ممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه. وده أسف، ده كان الشخصية الأساسية اللي موجودة في هذا المؤتمر ممثلا عن الحكومة البريطانية. المهم في أوراق، في يعني عشان أختصر لك الحكاية، المهم في هذه الأوراق اللي صدرت على لسان البي بي سي يوم 9 ديسمبر الشهر ده، أنه تقريبا الموقف البريطاني كان مقتنعا قناعة كبيرة جدا جدا بالموقف المصري. وكان شوف كده الكلام ده بيقول لك ايه، قال لك لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية المياه التي تستخدمها حاليا، ويعتمد امن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح ابدا مع بناء اثيوبيا اي سدود على النيل الازرق، والنيل الازرق هو مصدر اكثر من 80% من مياه نهر النيل العام. انا جايب لك التاريخ ده ليه؟ الاعداد بتاعنا جايب لك التاريخ ده ليه؟ لان انت لما تسمع ان جمهورية مصر العربية النهاردة بتبني محطات تحلية مياه، يبقى لازم تفهم انه العالم في لحظة من اللحظات كان يرى ان ما يحدث في الامر الواقع هو حقوق بديهية لحقوقك. فيبقى احنا كده ما وقعناش بس اتفاقية ودينا الابي احمد واثيوبيا في 2015 ضوء اخضر بيعملوا اللي انتوا عايزينه، احنا اصلا بننفذ بفلوس المصريين او بقروض هناخدها على حس ثروات المصريين اللي النهاردة بتتباع قطعة قطعة. ما يؤكد القناعة الشخصية عند اللي مضى الاتفاقية في 2015 اننا ما نستحقش مياه النيل دي، وان المياه دي تروح لاثيوبيا. يعني يا سيدي، بمناسبه بقى غزوه او فريزر ونابليون، يعني المحتل البريطاني في يوم من الايام اكثر قناعه ممن يملك مقاليد الحكم في مصر النهارده بانه مياه النيل دي بتاعتك. في الواقع العمل الحادثتين، توقيع اتفاقيه 2015 وبناء محطات تحلية مياه في مصر، بيؤكدوا لك ان الواقع العملي انه هذا النظام مش مقتنع ان احنا نستحق هذه المياه. طبعا حضراتكم، يعني احنا طبعا فوجئنا او صدمنا بان هذه الوثائق البريطانية نشرتها البي بي سي بالامس يوم 10 يوم 9 ديسمبر، و يعني حقيقة بيفرجوا عن بعض أو حقيقة ما تم في هذا الاجتماع اللي كان في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية في كلية سواس في جامعة لندن. 1992 بريطانيا جابت وفد من إثيوبيا، وفد مصري يتكلموا ويتناقشوا في مسألة المياه ومستقبل المياه في المنطقة. حقيقة الذي كان يمثل بريطانيا في هذا الوقت كان جريج تشيبلانت، وهو مسؤول في الخارجية البريطانية. الوثائق بتقول ان تشيبلانت اللي هو الدبلوماسي البريطاني في وزارة الخارجية البريطانية اتكلم وصرح في الوثائق عن حوار دار بينه وبين رئيس الهيئة الاثيوبية لدراسات تنمية الاودية، وده اللي كان قاعد قدام المستشار عوض المر. فالسيد تشيبلانت ممثل بريطانيا في هذه المحادثات المصرية الإثيوبية بيقول في الوثائق ان هو رئيس الوفد الإثيوبي اكد له ان إثيوبيا لو سعت لتنمية الانهار الاخرى شمال البلاد مع استبعاد النيل الازرق اللي هو جايب المياه لنهر النيل في مصر، ان هذا السلوك سيكون أكثر جدوى اقتصادية لإثيوبيا. خلي بال ساعتك تاني، ده تصريح في قمة الخطورة، إنه ممثل بريطانيا اللي هو الأستاذ تشيبلانت قال إن الراجل رئيس البعثة الإثيوبية قال له أفضل لنا كإثيوبيين لو هنعمل تنمية يبقى نعملها على الأنهار والأودية اللي مش منها خالص النيل الأزرق اللي جاي نهر النيل لمصر. لو انا عايز اعمل سدود واعمل كهرباء واعمل مشروعات
يبقى ليس منها الأجدى لي أنا والأفضل لي أنا ما يكونش على نهر النيل ولا النيل الأزرق. وعشان كده حضرتك الوثائق بتؤكد أن ما فعلته أثيوبيا الآن وتوقيع الطرف المصري والسوداني معها هذا استدراج، وأن الهدف ليس هدف تنمية. لو كانت تهدف للتنمية لكان هناك أنهار وأودية أخرى تقيم عليها هذه المشاريع، ولكن الهدف تماما محاصرة مصر، التضييق على مصر، العكنانة على مصر، إخضاع مصر سياسيا. خاصة طبعا حضراتكم وانتم عارفين التعاون الإسرائيلي الإثيوبي على قدم وساق في هذا الملف منذ الستينات. زحمت. طبعا للأسف الشديد الوثائق بتقول انه البريطانيين منذ ذلك التاريخ 1961 قالوا ان اول اثيوبيا ما هيبقى عندها الفلوس هتبني السد. مش بس كده، بيقولوا ان احنا اعتبرت تقارير دبلوماسيه بريطانيه عن الشفقه على وضع مصر في هذه الحاله. المحتل البريطاني في يوم من الايام بيشفق على واحده من الدول الاساسيه اللي كانوا بيقولوا بسببنا يعني وبسبب الهند انهم يملكوا الامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس. استراليا، الهند، مصر، بريطانيا، قواعد مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قواعد اساسيه كانت بريطانيا بتحط ايدها عليها علشان تؤكد لنفسها وللعالم انها امبراطوريه كبرى. حتى البريطاني اللي كان محتلك شايف ان الوضع، شايف من 61 ان الوضع اللي احنا وصلنا له النهارده وضع يدعو للشفقه،